بسم الله الرحمن الرحيم. معكم السيد خنوي عمار من ولاية قسنطينة، باحث في مجال مشتقات النخيل وبالأخص نوى التمر، صاحب ومؤسس شركة إنوفا بالم، المقر تاعها في متواجد حاليا في ولاية برج بوراريج. حنا بالطبع ننشط في مجال مشتقات النخيل وبالضبط استخلاص زيت نوى التمر. الشركة تاعنا حاليا تشغل حوالي 12 شخص متواجدة في ولاية برج بوراريج. بالطبع هذه شركة أنشئت نتاج أبحاث، وقمنا بتطوير هذا المنتج اللي هو يعتبر منتج جزائري 100%. فهذا زيت نواة التمر الخام الذي نقوم باستخلاصه بآخر تقنية جد متطورة جدا وفق المعايير العالمية. هذا الزيت بالطبع يدخل في مجموعة من الصناعات، يدخل في صناعة مواد التجميل، يدخل في الصناعات الغذائية، ويدخل حتى في الصناعات الشبه صيدلانية كمادة أولية رئيسية موجهة إلى هذه القطاعات المهمة جدا والاستراتيجية. الشركة تاعنا بالطبع تهدف وتطمح إلى الولوج إلى الأسواق الخارجية. حاليا احنا عندنا 3 شهور تقريبا اللي بدنا في الانتاج، اللي باشرنا الانتاج، وفريق العمل مع الشركه بدينا نقوم باتصالات وبدي كونتاكت مع بعض الشركاء وخصوصا في دول الخارج لتصدير هذا المنتج ان شاء الله عن قريب من الجزائر الى دول الخارج ان شاء الله. بالطبع احنا نطمح في المستقبل باش نقوم بتطوير بعض المنتجات الثانيه من زيت نواة التمر. قمنا سابقا ببعض التجارب بصناعة مواد التجميل منها، من هذا الزيت الخام، وأعطانا نتائج ما شاء الله يعني مذهلة. الهدف الرئيسي بالطبع من هذا المشروع هو الاستفادة من هذه المخلفات وإعطاء قيمة للنخلة، هذه الشجرة المباركة التي أعزها الله عز وجل وذكرها في القرآن، وذكرت في أكثر من 350 حديث شريف للرسول عليه الصلاة والسلام. ورسولنا الكريم لا ينطق على الهوى، فهو الذي يقول في الحديث الشريف: أوصيكم بعمتكم النخلة فإنها شجرة مباركة خلقت من بقايا طين ابن آدم. بالطبع هذه الشجرة المباركة لا تتوقف فوائدها إلا في التمر، فهي لها منتجات أخرى ومشتقات أخرى، وهذا اللي خلانا وشجعنا باش ندخل في هذا المجال ونغامر بهذا الاستثمار إن صح التعبير. والحمد لله كما يقولوا على كل هذه النتائج.